اللي انا فوجئت بيها شخصيا ولم اكن متوقعها، وهو حكم المحكمه النهارده بايقاف برامج الكابتن احمد شوبير على قناه الحياه، 3 برامج طبعا، برنامج الملاعب اليوم، الكره مع شوبير، واستاد الحياه. الثلاثه هيتم ايقافهم بكره، ده على حسب حكم المحكمه الله اعلم. ولان النهارده طبعا لم يتم ابلاغ القناه ولا النايل سات ولا اختصامهم الحكم، وهيتم ابلاغهم بكره بحيثيات الحكم وبرفض وجود البرامج لكابتن شوبير على قناه حياه، حتى بقى هو يتقدم باستشكال واستئناف في الحكم. طيب، على العموم معانا المستشار مرتضى منصور، طبعا رئيس نادي الزمالك السابق. وسياده المستشار، ده حضرتك. شكرا كابتن خالد. ازيك؟ انا دلوقتي معايا حيثيات الحكم يمكن طويله شويه، فيعني يا ريت حضرتك تتكلم عنها. اتفضل. استاذ خالد، الاعلام رساله، الاعلام مسؤوليه. عندما يتحول الاعلام الى سبوبه انك تستضيف ناس عشان تشتم خصومك او خصوم الناس، احمد شوبير المحكمه قالت هو مثل سيء للاعلام المصري. النهارده المحكمه بعد ما قالت لاحمد شوبير وجات له درس، انا لسه شايفه يعني بالصدفه كده، انا بجيب قناتك المحترمه، لسه بيغلط وبيقول اصل انا طلبت واحد محترم، والدخيل على الاعلام الرياضي ومش عارف الدخيل على نادي الزمالك الرياضي. عايز اقول له بقى فيها عيب. المحكمه حكمت بثلاث حاجات. واحد، ما حدش يشوف خلقتك تاني على الشاشه. لان المحكمه لما تقول ان البدائات لا تطلع الا من عندك انت، وان المحكمه طالعه بنفسها انها تسجل هذه البدائات في حكمها، اعتقد انك انت كنت بتقول انك اعلامي الاول في مصر. فعلا انت اول اعلامي تقفل القناه، اول اعلامي تصفي حساباتك مع الناس، اول اعلامي تشتم زملائك. انا مش بقول لك كده عشان حاجه، هو شتمك وشتم مدحت شلبي وشتم الاخ مصطفى عبده. الاعلام يا خالد مسؤوليه، الاعلام مش زي ما بقول مش سبوبه. مش هتصدق، اول تليفون تهنئه جالي من الدكتور سيد البدوي، قال لي مبروك لينا ولينا ليك. الدكتور سيد البدوي رئيس قناه الحياه كلم حضرتك وقال لك مبروك لينا وليك. تاني بقول تاني على مسؤوليتي، مبروك ليك ولينا يا استاذ مرتضى. مش عايز اقول لك ده الدكتور سيد البدوي تاني على مسؤوليتي بعد الحكم بالظبط 10 دقايق، وانا اصلا ما كانش عندي مشكله مع هذا الرجل المحترم، وانا مع القناه المحترمه دي. هذه القناه فيها مجموعه من البرامج يا استاذ خالد انت واسرتك بتحب تشوفها. في برامج بيعملها اشرف عبد الباقي، في لبنى، وفي شريف، في احمد ادم، لا في برامج كتير محترمه. انما لما تتحول البرامج لسبوبه وبدائات، والمحكمه قايله كده انها تمنع انها تحط البدائات دي في حكمها. النهارده طالع لسه باني تاني بيغلط. بقول له يا اخي اتقي ربنا بقى، ما تقاسي الاولاني. خلاص المحكمة. طب سيادة المستشار، سيادة المستشار معلش، ممكن حضرتك تقرا لي المحكمة قالت ايه في الحكم الصادر؟ المحكمة النهارده اهو الحكم في ايدي، صدر 27/2/2010، مستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة، عضوية المستشارين مستشار جمال محمد سنان عمار، حاتم محمد داوود فرج الله، وحضور السيد المستشار محمد المنصور عضو مفوض الدوله. طبعا القضيه كان المختصم فيها وزير هيئه العمل، رئيس هيئه الاستثمار، وزير الاستثمار، رئيس مجلس اداره المنطقه الحره، وزير الاعلام، رئيس مجلس امنيه اتحاد الاذاعه والتلفزيون، رئيس مجلس اداره شركه مصريه للاستثمار الصناعيه، رئيس مجلس اداره شركه نجم اللي هو الدكتور سيد بدوي، والاخ اللي لسه لغايه دلوقتي بيغلط. الحكم عندك طبعا. المحكمه في يمكن كام صفحه في الخالد، انا ممكن انا هي عندي ال 41 صفحه. المحكمه مع الاعلام المستنيره محترم. المحكمه بتقول لكل الاعلام سواء اعلام حكومي او اعلام قنوات خاصه، لا احنا معاك. انما قله الادب والسفاله ده لما قايل بتشوف الحكم، قله الادب وانك تغلط في الناس وتشوه في الناس، وبعدين الناس عايزه ترد لان قدمت المحكمه. طلعت انذارات بيرميها في الزباله. دكتور شاهد بدوي يقول له لازم يرد على اللي انت بتقوله ضده، بيرميه في الزباله. طب معلش معلش يا سياده المستشار، دقيقه واحده. وحيث ان المحكمه وهي تنتصر للمبادئ والقيم الاخلاقيه التي يقوم عليها الاعلام المرئي والمسموع والمقروء في نطاق الانحياز لحريه الراي والتعبير المسؤوله، فانها تنوه الى ان مسؤوليه الجهه الاداريه خطيره في الا تقهر رايا او فكرا، والا تحول بينه وبين حريه الوصول الى جمهور المشاهدين والمستمعين، وان تحمي الاعلام المستنير الداعم لحريه التعبير والمحافظ على تقاليد واعراف وحقوق المشاهد والمستمع والقارئ، وفي ذات الوقت يقع على كاهلها حمايه القيم والاخلاق
وحماية الأسرة المصرية من انتشار الغث ومن التشهير والإساءة إلى سمعة المواطنين بغير مقتضى، وأن تكون القدوة في تحقيق هذه الحماية في وقت سادت فيه الألفاظ الهابطة مسامع ومرأى الأسرة المصرية وترددت فيها لغة الخطاب والحوار، وتطايرت الألفاظ البذيئة والشتائم في كل صاب وحجب على الهواء في مجالس المنتخبة وفي غيرها، وصارت سلاطة اللسان وتبادل الألفاظ القبيحة والمعاني الهابطة والتلاسن داخل أروقة المجالس على اختلاف أنواعها عبر قنوات الفضائية بألفاظ وعبارات خادشة للحياء، ووسيلة الكثيرين في الانتصار لرأيه والحط من رأيه وكرامة الآخرين خصوصا كانوا أو مخالفين له في الرأي، وطال الانفلات قيادات الأصل فيها أنها القدوة لينفلت اللسان ليس بالشتائم وسب الأشخاص فحسب، بل بوصف بعضهم البعض بأوصاف تعف مدونات الحكم أن تحتويها، وبلغ بعضها حد الإساءة إلى الدين ذاته في مناقشات برلمانية وأخرى في مناقشات فضائية تشبثا بحصانة قد تحول بينه وبين أن ينال لهم عقاب على أن أفعال تصوروا على غير حقيقة أنهم قد تعصمهم من قضاء المشروعية. كلام كتير ومش عايز يا أستاذ خالد هذا حكم تاريخي. مين اللي من أسبوع شتم زميل عضو مجلس الشعب وقال لي هوسك وهضربك بالفازة؟ مش هو برضه أحمد زبير أسوأ إعلامي أسوأ برلماني؟ وأنا النهارده امبارح مستضيف ممدوح عباس ثلاث ساعات يقول لك عيد ميلاده، عيد ميلاده في إيه؟ كل منشآتي وكل المشروعات اللي أنا عملتها، حمامات السباحة، الحضارة، ملعب الأطفال، المبنى الاجتماعي، المبنى الملعب الجديد، الضوابط الخاد، نسيبها لممدوح عباس. هو ده إعلامي يا أخي قبل الحكم بيوم؟ فأنا بقول هذا الحكم التاريخي اللي اسلب، مش عايز اقول لك يا خالد كم التليفونات والرسائل اللي جات لي من شعب مصر كله، عايز اقول له بقى كفايه وانا وعدتك هلبسك البيجامه بامر الله. طب سياده المستشار دلوقتي في حكم عشان الناس تبقى فاهمه، هل الحكم ده سيتم ابلاغه لكل المختصمين بكره؟ هل الحكم ده من الممكن ان يتم رجوع البرامج مره اخرى وكابتن احمد مثلا شوبير يستأنف الحكم ويطلع لغايه ما يكون في حكم نهائي، ولا ده حكم واجب نفاذ؟ سؤال مهم. الاحكام الصادره من مجلس الدوله تنفذ بمجرد اعلانها، واذا كانت تنفذ بالمسوده فانها تنفذ بالمسوده. هذا الحكم واجب النفاذ منذ اول ما اعلنه بكره الصبح، وهذا الحكم ليس هو مش بيخاطب بس الدكتور سيد بدوي والاخ ده بس، ده بيخاطب وزير الاعلام وقال له ايه؟ قال له تحمل مسؤوليتك وزير الاعلام، انت عندك مسؤوليه جسيمه لما كان الانفاق الباديه دي اللي بتاكله على الهواء. اسئله المستشار الكابتن شوبير على الهواء دلوقتي، هل ده لانه لم يتم ابلاغه بالقرار او بإبلاغ قناه الحياه؟ بمجرد ما يعمل بكره يا استاذ خالد لو طلع في القناه بتاعته تاني المحكمه من حقها ان تلغي جميع البرامج بتاع قناه الحياه، وانا ما اعتقدش ان الدكتور سيد البدوي الراجل المحترم العاقل المتزن يسمح بهذا العبث. ده واحد. اثنين، السيد وزير الاعلام والسيد رئيس اتحاد وزاره التلفزيون استاذ اسامه الشيخ عليهم مسؤوليه كبيره، المحكمه هتلوم كده، فانتوا المفروض من الاول كنتوا منعتوا. طيب حضرتك اخيرا يا سياده المستشار، يمكن بس عشان كابتن حسام يكون معانا، اخيرا حضرتك قلت كلمه مهمه جدا، اللي تلقيت اتصال من الاستاذ سيد البدوي رئيس قناه الحياه بيقول لك مبروك علينا وعليك. يعني بقول اهو تلقيت اول ما طلع الحكم، اول مكالمه على فكره، اول مكالمه كانت من الدكتور على مسؤوليتي انا بعرف، انا ما تمام على فكره ما بعرفش اهزر يعني يا خالد، ما انا عارف وانا ما عنديش مشكله مع الدكتور سيد البدوي على فكره نهائي. وسيد البدوي حذر شوبير حتى حذرهم امبارح وقال له انت ما فيش منازله ممدوح عباس، ده دي قضيه النادي الزمالك يوم الاحد بتاع تزوير الانتخابات، انت لما بتجيبه يوم الجمعه انت الان بتاثر على المحكمه. قال له هجيبه، ده راجل جايب لي الطرط، طرط ايه يا شوبير؟ طرط ايه اللي جابها لك؟ هو ده اعلامي يا راجل؟ هو في اعلامي بعد ما واحد يساله سؤال يقعد ربع ساعه يخرف في الكلام عليه يقول له ايه؟ هو السؤال كان ايه يا شوبير؟ هو ده اتفرج يا جماعه، تمام ده الزمالك المحترم وده الاعلام المحترم. شكرا سياده المستشار مرتضى منصور. تعالوا نقول بعض